باش نهضروا على سي عبد الكريم الحضريوي. الحضريوي ما هذاش اللاعب الدولي السابق واللاعب ديال فريق الجيش الملكي وفرق محترفه كبنيفيكا وليزغمارا ليزتكامر ديال هولندا. تنظن المسار ديال المسيره الكرويه ديالو مسيره كانت هائله تبارك الله عليه، وكان لاعب بتقنيه هائله ولاعب اللي داز بواحد المستوى كبير بزاف بزاف بزاف. بلا ما ننسوا انه مع فريق الجيش الملكي واللي كان زورني فيه مع فريق الجيش الملكي، يعني كندوز واحد السنوات، يعني سنوات هائله مع فريق الجيش الملكي. كان انسان مبدع في كره القدم، مبدع بما كنا كنسميوه اللاعب ديال القدم اليسرى، وكذلك الفريق الوطني ازر الفريق الوطني في عده مناسبات وعطى الكثير للكره المغربيه. وبهذه المناسبه ان شاء الله بهذه المناسبه راه حنا كنطلبوا الشفاء العاجل ديالو ان شاء الله، ونتمنوا له الشفاء.